اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ بتاعنا مطبخ فيه تنوع، وانا بحب التغيير دايما موجود على السفره، بما ان احنا في ايام الشتاء ومطلوب مننا نعمل اكلات شتويه ونستغل وجود الخضروات الشتويه والفواكه الشتويه. مطبخنا النهارده بيعتمد على تشكيله من انواع الخضار وانواع الفواكه باختصار شديد. يعني النهارده معانا فطيره انا مسماها فطيره الخضار بالمكرونه. هنستبدل العجينه بعجينه المكرونه، بس دي فيها خبره طهويه وتكنيك كده، هنشوف نعمله مع بعض ازاي. داخلها فيها سبانخ وسجق هتعجب حضراتكم، وهنحط لها جبنه موزاريلا عشان الاطفال بيحبوا الجبنه دايما مع الفطاير. معانا كمان النوع الحلو بتاعنا النهارده فيه شويه بساطه، انواع الفواكه اذا كان فراوله، فيتامين سي، التفاح غني بالحديد ومضادات الاكسده، العنب برده السكريات بتاعته والجلوكوز العالي، الموز، البوتاسيوم والمغنيسيوم. اصبح ان طبق الفواكه ده لطيف وجميل. ايه رايكم نعمله النهارده ريزيتو؟ يعني ريزيتو ده من المطبخ الطلياني، بيتعمل بالجمبري، يتعمل بالخضار، يتعمل باللحمه. انا هعمل الريزيتو النهارده بالفواكه، هياخد جنزبيل وياخد عسل ويجعل ايامنا كلها عسل ان شاء الله. احنا معانا من امبارح يخنه البطاطس بالدجاج ما كملناهاش، احنا هنكملها النهارده ونشوف المغازل مطلوب مننا نعمل التركايه اللي بنشوفها على السوشيال ميديا. هي بتغلى على النار اهي، واحنا واقفين عند المحطه دي هنعمل فيها ايه؟ الكلام ده هنشوفه في التفاصيل ان شاء الله. مش عايز اطول على حضراتكم، انا عندي شغل كتير النهارده على فكره. خلينا نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل معلومه غير معلومه بافكار بسيطه وسهله نستغل وجود الخضروات والفواكه الشتويه وندخلها في المطبخ بتاعنا. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتفاصيل. الفواكه الشتويه موجوده دلوقتي، منها الفراوله، الموز، العنب، الجوافه. طبعا احنا مقشرينها ومتقطعه بالشكل ده كده. عايز اعمل طبق حلو مختلف، لا صينيه بسبوسه ولا كنافه ولا مهلبيه ولا رز بلبن. فواكه، موز، فراوله، جوافه. المقادير على الشاشه: ريزيتو بالفواكه بالعسل بميه الزهر بالفانيليا بالشربات زي ما انت عايزه. اهو فواكه متقطعه بالشكل ده كده بالحجم الكبير عشان شخصيتها تبان بعد التسويه، ومعايا العنب والموز هقطعه في الحال، ومعايا ميه زهر وقرفه، شويه زعفران، الزعفران اللي بيتحط على البرياني، ومعلقتين سمنه حلوين كده، يا اما سمن نباتي يا اما سمن حيواني حسب الرغبه، او زبده، حاجه من اللي انت حباهم. خلونا نبدا في الاكله دي او في الطبق الحلو ده كده، عشان عندي اليخنه على النار مستويه بتناديني. حلو قوي زي الفل، زي الفل. اقلبه، ده لسان العصفوره تقليبه دي كده، وهو بيتقلب بحط له شويه نعناع. هتقولي ليه نعناع يا شيف؟ النعناع بيخش ومشترك ما بين الفواكه والطبخات. ده نعناع اخضر فقلبيه كده، ده المطبخ. حلو قوي. شفت الجو ده كده؟ بص على الحلاوه، بص على الجمال. خلي بالك ورق النعناع الاخضر مش العروق، عشان العروق مره شويه. انا خدت الورق بالشكل ده كده. بص على التركايه دي كده، دي مش ميه ولا هي شربات، دي ميه زهر. حلو قوي. لا الموضوع هنا بقى موضوع تاني خالص. دي ميه زهر، الله على الريحه، والله ما عايز امشي من جنبيها. ايه الحلاوه دي؟ كمان شويه. حلو قوي. لسان العصفور استوى في ميه الزعفران، بحط شويه زعفران كده. شفت الجو ده كده؟ حلو. ده بقى لو دورت في كتب العالم، كتيبات العالم والدنيا كلها، برضه هتقول حقوق الطبع لدينا وبس. قرفه ناعمه وانا بقلب كده. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ده لسان العصفور. بحط قليل من الماء المغلي. الله. واسيبه على النار شويه. ناخد الفواكه بتاعتنا الجميله دي كده، نخليها هنا كده. معانا فراوله، ونشيل اللي ملوش عوزه هنا. نقلب كده اهو.
ده لسان العصفور، واخد ميه زهر، واخد زعفران، ممكن تحط حبان، واستنى عليه شويه كده. الاخضر ده عشان اللي جاي فتح التلفزيون دلوقتي ما خدش باله عايز يسال، ده نعناع، ورق النعناع الاخضر اهو. اللطافه ما بين الجنزبيل والنعناع وميه الزهر كل ده مع بعضه. ننزل بالفواكه بتاعتنا. الفواكه طبعا منقوعه في شربات. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ انا ما شفتش الحلو ده قبل كده. طبعا اللي يتابع القناه الاولى هيشوف كتير من الابداعات. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ فراوله، موز، تفاح، عنب. عايز نحط زبيب، حط زبيب. اذا عندنا العنب طازه حطي عنب طازه. ما هو الزبيب في الاصل كان عنب بناتي. لا جوز الهند ما ينفعش، هتغير الطعم شويه. خدت بالك لما تيجي تكرشها باسنانك هتخطف الايه الطعم شويه تحت السنان. خلي بالك هو وجود الفواكه كده في انسجام بينهم يعني. الله. غالي، بس هنعمل ايه بقى؟ الغالي يرخص لك يا فاروق. نقلب كده، هو ده، شفت بقى الحلو ده كده. ناخد شويه شربات من دول ونسيبها على النار شويه بس، خلاص زي الفل. الحلو ده لو دورت في اي كتب مش هتلاقيه، خلي بالك. سيبها على النار يستوي. لسان العصفور اللي هو الريزوتو، او انت مثلا يعني الدنيا حلوه جيب كيس ريزوتو هتلاقي سعره بالشيء الفلاني، يبقى مفيش مشكله حسب ما انت حابه يعني. هو في الاخر رز حبه عريضه، خلي بالك. سيبيه على النار كده شويه. معانا جبنه موزاريلا او جبنه عكاوي حسب الرغبه برضو، يا يعني موزاريلا يا عكاوي. كل المحلات على فكره عشان تبقوا عارفين يكتب لك فطيره بالجبنه الموزاريلا ولا الجبنه العكاوي، هي جبنه واحده موزاريلا، يعني حط لها ملح بقى جبنه عكاوي، حط لها شويه ميه زهر بقت جبنه بلغاريه وهكذا. فعشان نبقوا عارفين القصه ماشيه ازاي، جبنه العكاوي سعرها غالي جدا، عشان احطها في فطيره هبيعها ب 30 40 جنيه و 50 جنيه و 60 جنيه، عشان نبقوا عارفين القصه ماشيه ازاي. شفت لسان العصفور مع الفواكه بالشكل ده كده يتقلب. ميه الزهر هنا هي الطعم، مع القرفه الناعمه، مع ورق النعناع الاخضر، مع الفواكه بتاعتنا وتشكيله فواكه لطيفه. جربي اعملي لاولادك. في الاخر احط شويه جبنه موزاريلا في قلبيها كده واقلبها. زي فكره حلاوه الجبنه. حلاوه الجبنه بعدين، بس بعد شويه الاقي بس الايه لسان العصفور قرب يستوي. فكره عمل حلاوه الجبنه. ايه حلاوه الجبنه يا عم الشيف؟ سميد ناعم في الشربات مع جبنه بيتقلبوا مع بعض، بنعمل العجينه بتاعت حلاوه الجبنه بتتفرد. بنجيب القشطه تتعمل في البيت او نجيب قشطه جاهزه وبنلفها جوه العجينه بتاعت حلاوه الجبنه. ادي فكره حلاوه الجبنه. الجبنه معانا اهي. خلي الطبق ده كده ونجيب طبق التقديم زي الفل. ايه الحلاوه دي؟ ايه الفطيره الجميله دي؟ الطبق ده يستاهل. نقلب كده. كل ما تاخد غلوه كل ما تلاقي ايه لسان العصفور يشد مع الفواكه. ممكن بقى انت تجودي وتعملي حاجه تانية. حط لو حطيتي رز مصري مش هيقول لا، اللي هو الرز بلبن حطيتي معاه مفيش مشكله، خلي بالك برضه. بس ليه اخترت حبه لسان العصفور؟ عشان تبقى كبيره شويه وعريضه شبه الريزوتو. شويه الجبنه. الله، فيها كل بقى الحلو ده برضو طبق منه كده، تحط عليه عسل، تحط عليه ايس كريم زي ما انت عايزه. المطبخ هنا النهارده بجد مختلف من بدايه ما عملنا يخلط البطاطس بالدجاج واضافه الطشه بتاعتها الجميله الحلوه اللي خدتها في مكان تاني، وعملنا كمان فطيره فيها كل العناصر الغذائيه اذا كان سبانخ او جزر او كوسه او بصل او توم سجق برضو، يعني فيها كل اللي احنا عايزينه. وعملنا الحلو ده كمان بسيط وسهل اهوت، بقلب كده لغايه لما الجبنه تديني الخيوط النسيجيه بتاعتها او الخيوط المطاطيه بتاعتها، واغرفها واقلبها. اول ما الاقي الجبنه ساحت بغرفها على طول. وانا سبتها للاخر عشان دي عايزه واقفه كده زي ما انا شغال،
ما تتسابش على النار وننشغل بالاولاد او ننشغل في البيت باي حاجه. التقليب المستمر ده دايما. حلوه شفت؟ ممكن تغرفيها اطباق بقى كده وتوزعيه لقرايبك وحبايبك، جيران جار لجاره، طبق حلو كده. والله بفتح التلفزيون النهارده يا طنط على القناة الأولى، لقيت الشيف المغازي بيعمل جاف فواكه اللي في التلاجة اللي مش عارفين ناكلها، اللي يقول لك ده مززة، اللي يقول لك دي مش عارف عايزة إيه، قطعها كلها وحطها في قلب الطاسة مع شوية لسان عصفور ومعلية سمنة، وعمل حلو جميل جدا. شفت الحلو؟ كبار السن هيدعوا لي، الأطفال هيدعوا لي، اللي مش بياكلوا الفواكه كده. شفت الجبنة ساحت إزاي؟ جوه لسان العصفورة دابت. الطبق ده بهديه لكل متابعينا اللي بيتابعونا على شاشة القناة الأولى والفضاء المصري للأمانة، يعني لأن ده اختراع وحلو شتوي، فص جنزبيل طازة في قلبيه بألف أنا وشفا. طبعا لما نيجي نغرفه لازم نغرفه بمعلاة ما فاتش عليها لا بصل ولا توم، خلي بالك. والطبق الحلو ده كده هنا زي الفل. يلا يا فندم أنا خلصت. اللهم صل على النبي. بص على الحلاوه، بص على الرؤيه، بص على الفن، بص على الابداع. موز هتلاقي، فراوله هتلاقي، تفاح هتلاقي، جوافه هتلاقي، عنب هتلاقي، حب هتلاقي، شغف هتلاقي. شفت الجبنه؟ هو ده لسان العصفور في قلبيها، الف هنا وشفا. هزينها طبعا بشويه فراوله حلوين، معانا فراوله سليمه زي الفل. يعني نقول رؤيه، يعني نقول فن، يعني نقول إبداع. بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية ببساطة جديدة. منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو.